vierge immaculée, préservée du péché, en te nommant ton corps, tu entres dans les cieux. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معكم جميعا. لحن أعود. الاحتفال بالحبل الطاهر بسيدتنا مريم العذراء فرحة كبيرة لكنيسة الحبل بلا دنس لراهبات المحبة. سيما وأن سيادة المطران سيزار إسيان سامي الاحترام حاضر بيننا اليوم ليترأس الذبيحة الإلهية. في هذه المناسبة المباركة نرحب بالآباء وبالأخوات الراهبات وبالفعاليات وبالمؤمنين الحاضرين وأخيراً بالعائلة التربوية. نقدم النوايا والصلاة بواسطة العذراء مريم كعربون شكر لتلك الأيادي البيضاء التي ساهمت بنهضة المدرسة وإعادة ترميمها بالكامل بما فيها الكنيسة. وأهمية هذا الحدث أنه يتزامن مع مرور حوالي 100 عام على انطلاق رسالة المدرسة بحسب روحانية مار منصور في هذا الإطار. أود شكر من ساهم معنا بتجسيم الأيقونة في الكنيسة بإبداع وخلق ملفتين، الأستاذ وسام أبو نافع الذي مر على مسيرته التربوية 25 سنة. وأخيراً لا ننسى أن نقدم الصلاة عن راحة نفس الموتى لا سيما الراهبات وكل من عمل في هذه المدرسة وكل فرد من عائلاتنا. وشكراً. بدنا نتحضر حتى نعيش هذا القداس. نحن عم نطلب من أمنا مريم ترفقنا، بدها ترفقنا مثل الإنجيل يلي رح نسمعه اليوم، مثل إنجيل البشارة. نحن بنجي على القداس نسمع كلمة الملك يلي بيرد لنا كلمة الرب، مثل مريم بنقول له للرب: ها أنا أمة الرب فليكن لي حسب قولك. وبنظهر من الكنيسة حاملين معنا بجسدنا دم وجسد سيدنا يسوع المسيح، حتى مطرح ما منروح نلتقي بالآخرين. مشان هيك بأول هذا القداس بنطلب من الرب يعطينا النعمة اللي أعطيها إياها لمريم العذراء، يعطينا قلب طاهر، فكر طاهر، يعطينا هالاستعداد انه نقبل كلمة الرب مثل ما هي، نقبل جسد ودم سيدنا يسوع المسيح، يشيل عنا خطايانا، كل هيدول الاشياء يلي بشكله حاجز بيننا وبين الرب، لانه محبتنا للرب بدها تكون الاقوى، مثل ما حبته لإلنا هي كانت دائما الاقوى وفرجينا اياها على الصليب. مشان هيك بالوراق يلي معكم رح نذكر خطايانا نندم عليها حتى نكون أهل لإقامة الأسرار المقدسة. بنقول مع بعضنا: أنا أعترف لله القادر على كل شيء ولكم أيها الإخوة بأني خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال. خطيئتي عظيمة. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا. رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. آمين. كيري يا ليسون، كيري
لنصلي. اللهم إنك هيأت بالحبل الطاهر بمريم البتول مسكنا يليق بابنك الوحيد، فإياك نسأل يا من صنت الأمة من كل وصمة لسابق معرفتك بموت الابن، أن نلقاك يوما بقلوب نقية طاهرة، بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي الذي يملك معك ومع الروح القدس إلى أبد الآبدين. آمين. لحنا نعود هلا نسمع مع بعضنا كلمة الرب. قراءة من سفر التكوين. بعدما أكل آدم من الشجرة ناداه الرب الإله وقال له: أين أنت؟ قال: إني سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. قال: فمن أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي نهيتك عن أن تأكل منها؟ فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. فقال الرب الإله للمرأة: ماذا فعلت؟ فقالت المرأة: الحية أغوتني فأكلت. فقال الرب الإله للحية: إذ صنعت هذا فأنت ملعونة من بين جميع البهائم وجميع وحوش البرية، على صدرك تسلكين وترابا تأكلين طول أيام حياتك، وأجعل عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، فهو يسحق رأسك وأنت ترصدين عقبه. كلام الرب. الشكر لله. Bye.
قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، باركنا في المسيح كل بركة روحية في السماوات، ذلك بأنه اختارنا فيه قبل إنشاء العالم لنكون في نظره قديسين بلا عيب في المحبة، وقدر لنا منذ القدم أن يتبنانا بيسوع المسيح على ما ارتضته مشيئته لحمده على نعمته السنية التي أنعم بها علينا في الحبيب، وفيه كان لنا نصيب وفقاً لما قضاه بتدبير سابق، ذاك الذي يفعل كل شيء على ما تريده مشيئته، فأعدنا منذ القدم لنسبح بمجده نحن الذين سبق أن جعلوا رجاءهم في المسيح. كلام الرب. الشكر لله. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. الرب معكم. ومع روحك أيضا. فصل من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب. وفي الشهر السادس أرسل الله الملاك جبرائيل إلى مدينة في الجليل اسمها الناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم الفتاة مريم. فدخل إليها فقال: السلام عليك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك. فداخلها اضطراب شديد لهذا الكلام، وسألت نفسها: ما معنى هذا السلام؟ فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، فقد نلت حظوة عند الله، فستحملين وتلدين ابنا فسميه يسوع، سيكون عظيما وابن العلي يدعى، ويوليه الرب الإله عرش أبيه داود، ويملك على بيت يعقوب أبد الدهر، ولن يكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لا أعرف رجلا؟ فأجابها الملاك: إن الروح القدس سينزل عليك، وقدرة العلي تظللك، لذلك يكون المولود قدوسا وابن الله يدعى. وها إن نسيبتك أليصابات قد حبلت هي أيضاً بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك التي كانت تدعى عاقراً، فما من شيء يعجز الله. فقالت مريم: أنا أمة الرب، فليكن لي بحسب قولك. وانصرف الملاك من عندها. كلام الرب. شكرا.
حتى نفهم معنى العيد تبع اليوم، كتير مهم إنه نرجع نستذكر القراءات الثلاثة يلي سمعناهم. والقراءة الأولى يمكن كلنا منعرفها، بس كتير أوقات منمر عليها مرور الكرام لأنه منقول تحكينا عن الخطية الأصلية، ونحن الخطية الأصلية صرنا منعرف شو هي، إنه آدم وحواء خالفوا أمر الرب. بس المشكلة هي أكبر شوي من هيك، ويمكن أكتر أكبر بكتير من هيك أيضا، لأنه وقت منقول خالفوا أمر الرب ما منفهم كتير منيح شو معناته وكيف صاروا الأمور حتى خالفوا أمر الرب. منشوف بهذا النص يلي بين إيدينا ويلي سمعناه اليوم، ربنا جاي عم بينادي الرب الإله من بعد ما آدم أكل من الشجرة، بقول له أين أنت؟ أين أنت؟ ويلي قريت القراءة بعدين قريتها بزخم وبقوة، وقتها بقول له الرب مين أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي نهيتك عن تأكل منها؟ ربنا ما كان عم بيبخل لآدم، ربنا كان عم بيسأله لآدم شو عملت آدم؟ وينك؟ أول سؤال هو وينك؟ وهذا أول سؤال موجود بالكتاب المقدس. أول سؤال موجود بالكتاب المقدس هو أين أنت؟ مثل كأنه ربنا عم بيقلنا أنه هيدا السؤال لحضلني أسألك إلى أبد الآبدين، معناتها أنا الرب الإله بعرف أنك خطيت، بعرف أنك أكلت من الشجرة، بعرف أنك مطعت يلي أنا قلت لك إيه، بس أنا لحضلني نبش عليك لأنه أنا بحبك. وهيدي لازم تكون من الثوابت يلي موجودة بحياتنا، إنه ربنا كل الوقت لح يعمل كل شيء تينبش علينا، ونحن منعرف إنه هيدي الحقيقة تمت بابنه يسوع المسيح ابن الله المتجسد يلي من أجلنا أخذ اسم عمانوئيل لح نحتفل فيه بعيد الميلاد بعد شوي، أي الله معنا، معناته الرب يقول أنا معك كل الوقت كل الوقت. وبيختم إنجيل متى وقت بيقول ها أنا معكم طوال الأيام حتى انقضاء الدهر. يعني ربنا جاي لنا من الأول، من الأول أنا جاي لعندك، شو ما كانت خطيتك شو ما كان وضعك أنا جاي لعندك. تاني شغلة بيكمل الرب بيسأله بيقول له طيب شو عملت آدم؟ هل أنت آدم استوعبت الشيء اللي عملته؟ وآدم بيقول له مش حق علي، حق على مرتي على حواء، وحواء بتقول مش حق علي، حق على الحي. تعالوا نفهم شوي شوي اللي صار مع بعضنا البعض. قام ربنا حط شجرة معرفة الخير والشر بالجنينة الكبيرة وقال لهم هيدي ممنوع تدقوا فيها. ليش ممنوع تدقوا فيها؟ مش لأنه ربنا بده يمنعنا أنه نعمل شيء، بس لأنه الوحيد يلي هو الخير ويلي بيعرف خير كل واحد بيناتنا هو الرب، هو الرب، لأنه هو يلي خلقنا، هو يلي أعطينا الحياة، هو يلي دعينا إلى الحياة، هو يلي جبلنا وعملنا على صورته ومثاله. مين بيقدر يعرفنا أكثر منه هو؟ مين بيقدر يحبنا أكثر منه هو؟ مين بيقدر يدلنا على طريق الخير أكثر منه هو؟ مشان هيك بقول لهم لآدم وحواء عندكم كل شيء، عملوا يلي بدكم إياه، بس هيدي شجرة الخير، معرفة الخير والشر، اتركوا لي إياها، معناتها تعالوا لعندي، خلينا نشارك مع بعضنا البعض ببناء هالملكوت على وش الأرض. أنتوا بتبنوا وأنا معكم، كل واحد من ميلته، منكون شركاء ببناء هيدا الملكوت. بتيجي الحية بكتير حربة، بتبلش تحرتق فيها لحوا. وشو بتعمل؟ بتقول لها مزبوط قالكم ما تاكلوا منا للشجرة، بتصير تاخد وتعطي مع حواء للحية. وآخر شيء بتقرر حواء شو تعمل؟ مش تسمع كلمة الرب، بس تسمع كلمة الحية. وأكلت من ثمرة شجرة معرفة الخير والشر. وآدم كمان مادام ما يسمع كلمة الرب ويقلها لحواء يقلها ليكي بس الرب قالنا ما ناكل من هيدي الشجرة، هو كمان أكل من الشجرة. والأضرب بعد من هيك إنه ولا واحد بيناتهم كان مستعد إنه يتحمل مسؤوليته، كل واحد كبى على الآخر. شو يلي صار بهيدا الوقت؟
صار بهذا الوقت انه الرب اللي هو خير كل واحد بيناتنا اجت حواء قالت لا انا الرب منه الخير تبعي، انا الحيه هي الخير تبعي، انا الحيه هي الخير تبعي. وبتعرفوا شو يعني الحيه. وادم ما دام ما يقول انه الرب هو الخير لإلي ولحياتي ولعائلتي، حواء هي الخير يلي هي تبعت الحيه وعملت الحيه هي الخير. شو عملنا هون؟ معناتها نحن قلنا له للرب نحن ما بدنا اياك، ما بدنا نرجع لك بحياتنا، انت منك مرجعيه بحياتنا، انت ما حدا بحياتنا. منا قصه فقط منطيع الرب، قلنا له للرب نحن بدنا نعمل خيرنا بنفسنا وما بدنا اياك معنا. وهيدي المشكله الكبيره يلي كلنا خلال كل العصور كل الايام وكل البلدان وكل الاشخاص انا وياكم كثير اوقات بنقول له للرب عود على جنب، انا ما بدي اياك. كلمه الانجيل اللي انت بتقول اياها انا ما بدي اياها، كثير اوقات نحن بنقول له هيك ليسوع، بقول يسوع سامح مش بس مره، سبع مرات 77 مره، ليك يسوع ما تخنا. بقول يسوع صلوا وباركوا أعدائكم ومبغديكم ومضطهديكم. لا 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 لا. بل يسوع إذا بدك تحب الآخرين بدك تحمل صليبك مثلي، وأحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. لا ليك يسوع بحب أنا الباقيين بس لدرجة معينة، ما تقرب على جيبتي، ما تقرب على وقتي، ما تزعجني ما تزعجني. ومنصير نحن نخلق إنجيل جديد مثل ما عملت حواء مع الحية، حتى نعمل شيء اللي بنسبنا بدون بقى مرجعية إلى الرب. والمشكلة يا أخواتي لحالكم ويني، أنا إذا مش الرب هو المرجعية بحياتي يلي هو الخير والخير الوحيد والخير الأسمى، أنا عم سلم حياتي لحدا تاني. أنا دايما مسلم حياتي للي هو المرجع بحياتي أو المرجعية بحياتي. وقت بكون ولد صغير بسلم حياتي لأمي وبيي، بس بكبر لمين بسلمها حياتي؟ وما تقولوا لأنه نحن منخدها على عاتقنا، مش مزبوط، لأنه لوحدنا نحن مش قادرين نخدها على عاتقنا، مش قادرين. ونحن وقت ما منسلمها للرب عم نسلمها دايما لحدا تاني، لأنه نحن مش قادرين نحن نستلمها بإيدينا، لأنه مش قادرين، لأنه نحن منعرف بمطرح من المطارح إنه نحن مثل آدم وحواء عريانين. تجي الرسالة اللي سمعناها القراءة الثانية وبقلنا فيها مار بولس، بقلنا ليكم أنتم ما نكون من مكان، أنا بارك الرب لأنه اختاركم، اختاركم ودعيكم للقداسة. مش مهم إذا أنتم خاطئين ولا لا، المهم إنه بحي الله وضع أنتوا فيه فيكم ترجعوا توقفوا على أجريكم، لأنه الرب معكم ولأنه الرب أعطيكم الخلاص بابنه يسوع المسيح. مشان هيك مين ما كنا نكون نتذكر أنه نحن الهدف الأسمى بحياتنا هو القداسة، لأنه ربنا هو قدوس ومريم هي اللي بتدلني على الطريق. وهون إذا بتسمحوا لي بدي أقول شغلة، كثير أوقات وقت نحن بنحكي عن مريم عن هيدا نص البشارة نجي منقول أنه مريم قالت نعم للملك، مزبوط قالت له نعم للملك، بس ما قالت بس نعم للملك. يعني نحن ما نحجم كلمات مريم ونزغر لهم قيمتهم بكلمة نعم، لأنه هيدا النعم يلي نحن منقولها لبعضنا البعض فيها كتير بعدين من النعم يلي نحن منعمل فيه يلي بدنا إياه. هيدا النعم مريم قالت شغلة كتير مهمة، ها أنا أمة الرب، وهيدي أكبر أكثر من نعم، فليكن لي حسب قولك. يعني يا رب مثل ما أنت بتقول أنا بدي أعمل، مثل ما أنت بتقول أنا بدي أعمل، مش بدي لك نعم هلأ وبعدين بفتح طرقات على حسابي. لا، هيدي النعم يلي بعدين بفتح فيها طرقات على حسابي بتخوف، لأنه بترجع بتحط الرب برا. بس أنا وقت بقول له للرب
مع مريم ها أنا أمة الرب. معناتها يا رب أنا بعترف أنك أنت الخير الوحيد والخير الأسمى بحياتي، فليكن لي حسب قولك. معناتها بعرف يا رب أنه ما عندي حياة غير حياتك، وما عندي حياة تعيشها غير حياتي اللي أنت بتعطيني إياها. وأنا كل كلمة يا رب أنت بتقولها أنا بدي أعيشها. ومريم كيف عاشتها هذه الكلمة؟ وقت تركت الروح القدس ينزل عليها، وقت تركت حالة تنقاد من الروح القدس بكل شيء عملته وعاشته بحياتها. حتى وقت على عمر 12 سنة يسوع تركهم وبقي بأورشليم، وهن راجعين قعدوا يومين ينبشوا عليه، قالوا له وينك؟ صرنا 3 أيام عم ننبش عليك. تقريبا عيطوا عليه ليسوع، وهو جاوبهم ما بتعرفوا أنه أنا لازم أكون بالبيت عند بيي؟ ما حدا قال بالإنجيل بعدين أنه رجعت مريم أنه إيه أنه وبخته ليسوع. مش هيدا هو، مش هيدا اللي عم ننبش عليه. مريم بقلنا النص رجعت وحفظت كل هيدول الأشياء بقلبها، وزيت الشيء لزيارة المجوس والرعاة، زيت الشيء بكل شيء لح يعمله يسوع. مريم لح تكون الإمرأة المصلية يلي لح تقبل كلمة الرب من خلال ابنها يسوع المسيح ومن خلال الروح القدس بكل مراحل حياتها، حتى وقت شهدت على موت ابنها على الصليب. مشان هيك إذا نحن اليوم بدنا نعيد مريم العذراء الحبل بلا دنس الكلية الطهارة، نعرف أنه طهارة كل واحد بيناتنا ما بتبلش وقتها منشيل الخطايا من حياتنا، بتبلش وقتها مثل مريم نرجع نتعلم نحب الرب يلي هو بيزيل خطايا حياتنا من كل زيتنا من كل قوتنا من كل نفسنا. وقتها مثل مريم نحن كل يوم الصبح بس نوعا منقول له للرب هيدا النهار يلي أنت عطيتنا إياه أنا برجع بقدم لك إياه. ها أنا أمة الرب فليكن لي يا رب بهيدا النهار بحسب قولك. مثل مريم من عشية قبل بنام وقتها أنا برجع بتذكر النهار يلي عشته وبشكر الرب على الأشياء الحلوة يلي عشتها أنا وياه، وقول له للرب بطلب منك تعطيني بكرة نهار جديد، تعلمني حبك عن جديد، تعلمني أن أكون معك عن جديد، تعلمني أن أكون أنا ابنك وبنتك مثل مريم كانت بنتك وكانت أم يسوع المسيح وعطتنا الرب. رح نبارك هلأ الأيقونات يلي موجودين بين إيدينا تبع الميداي ميراكولوز. العذراء بتقول إذا بنحملهم برقبتنا، بس مش عم تقول إذا بنحملهم برقبتنا بطريقة أوتوماتيك كل شيء بيمشي. إذا بنحملهم برقبتنا معناتها مين عم نحمل برقبتنا؟ نحمل مريم. مريم مريم يلي قالت ها أنا أمة الرب، يلي رافقت الكنيسة كلها من خلال مرافقة ابنها ويلي كانت موجودة يوم العنصرة. مريم يلي ما أخذت قرار إلا بالعودة لكلمة الرب وللروح القدس. معناتها نحمل هالأيقونة العجائبية معنا إلا لمريم نالي النعم من أجلنا نحن، حتى مثلك أنت مثلك أنت نقدر بهيدي الطهارة الجديدة اللي فينا وبالمحبة نحمل فينا روحيا ابنك سيدنا يسوع المسيح ونعطيه للعالم مثل ما أنت اعطيتينا إياه. آمين. نؤمن بإله واحد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في جوهر، الذي به كان كل شيء، الذي أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم يدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي
المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يشهد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة في الخطأ، ترجى قيامة الموت والحياة في الدهر الآتي. آمين. نرفع صلاتنا إليك يا أبانا السماوي من أجل جميع المسؤولين المدنيين والسياسيين والعسكريين في وطننا، ليتمكنوا من الاتحاد معاً والعمل من أجل إقرار قوانين تحفظ حقوق الإنسان وتؤمن بكرامة الحياة والعيش بأمان وسلام. نسألك يا رب. بصوته إلى الرب يتضرع، بصوته إلى الرب يتضرع. بشفاعة مريم أم الكنيسة سلطانة الحبل بلا دنس التي خلصت مصير البشرية بنعمها، نصلي كي نصير بدورنا متواضعين وأحراراً تميزنا الجرأة والمحبة والهدوء ونعمة قبول الكلمة كما هي. نسألك يا رب. بصوتي إلى الرب أصرخ، بصوتي نصلي إليك يا أبانا من أجل مدرستنا وجميع المسؤولين فيها من راهبات ومعلمين ومعلمات وموظفين، حتى تبارك مسيرتهم بشفاعة أمنا مريم، ليساعدوا جميع الطلاب أن ينمو بالنعمة والقامة والحكمة عند الله والناس. نسألك يا رب. بصوتي إلى ربي أصرخ، بصوتي إلى ربي أتضرع. كما أتى ابنك يسوع ليشيد بيتا له بين البشر ويجعل من قلوبهم مسكنا له، ساعد موتانا المؤمنين الذين رحلوا عنا إليك كي يبنوا بيوتهم الأبدية في ملكوتك السماوي الموعود. نسألك يا رب. بصوتي إلى الرب أصرخ، بصوتي إلى الرب رفعت إليك يدي حاملتين، الجسد قبله الكأس تبارك فيها الدم. إلهي رفعت إليك يدي جسد قبله الكأس تبارك فيها الدم. إلهي هذا شعار فداء العالم، فيه الفرح وفيه الحق وفيه إلهي
لك فيها الدم. صلوا أيها الإخوة لله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. ليقبل الرب الذبيحة من يديك لمدح اسمه وتمجيده ولمنفعتنا ولخير كنيسته المقدسة بأسرها. تقبل يا رب ذبيحة الخلاص التي نقربها لك في احتفالنا اليوم بعيد الحبل الطاهر بالقديسة مريم البتول، وإذ نؤمن بأن نعمتك قد حفظتها من كل وصمة منذ اللحظة الأولى من وجودها، فبشفاعتها نجينا من جميع آثامنا بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي الذي يملك معك ومع الروح القدس إلى دهر الداهرين. آمين. الرب معكم. ومع روحك أيضا. لنرفع قلوبنا إلى العلا. إنها لدى الرب. لنشكر الرب إلهنا. ذلك حق وعدل. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي. إنك صنت مريم البتول القديسة من وصمة الخطيئة الأصلية وأغنيتها بملء النعمة الإلهية، فهيأت لابنك الوحيد والدة مجيدة، وبها كان بدء الكنيسة عروس المسيح الخالية من كل شائبة أو تغضن والمشرقة بالنور والبهاء. من هذه البتول الطاهرة سيولد المسيح حملاً بريئاً يزيل خطيئة العالم، وقد اصطفيتها على جميع نساء العالمين لتكون شفيعة للمؤمنين وقدوة في القداسة. وأننا مع جوقات الملائكة لك يا رب نسبح في فرح وسرور هاتفين. إنك لقدوس أيها الآب ينبوع كل قداسة، فنسألك أن تفيد روحك على هذه القرابين ليقدسها، فتتحول من أجلنا إلى جسدي وإلى دم يسوع المسيح ربنا. فهو حينما أسلم نفسه للآلام طوعا أخذ خبزا وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم،
هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان، إننا نبشر بموتك ونعترف بقيامتك إلى أن تأتي يا رب. مع بعضنا. لذلك فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه، كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم اذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها، وبلغها كمال المحبة مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس وأسقفنا سيزار المترأس هذه الذبيحة الإلهية وسائر الإقليروس. اذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين إلى رحمتك، اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي، وإياك نسأل أيضا أن تصبغ مراحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله والرسل الأطهار وجميع القديسين الذين أرضوك جيلا بعد جيل، فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. آمين. وهلأ مثل ما علمنا سيدنا يسوع المسيح، خلينا نترك الروح القدس يصلي فينا صلاة أبناء وبنات الله. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف وامنح السلام في أيامنا، اعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنأمن كل اضطراب، نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح، لأن لك الملك والقدرة والمجد أبدا. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك السلام أستودعكم سلام يمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، فتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك أنت الحي المالك إلى دهر الداهرين. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائما. ومع روحك. بمحبة يسوع المسيح خلينا نتبادل السلام. يا حامل الله حامل خطايا العالم ارحم. Yeah.
هو ذا حمل الله، هو ذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، لكن قل كلمة واحدة فتبرأ بها نفسي. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère au soleil, je veux crier mon Dieu, tu es grand. السهول والجبال مع كل الرياحين ومن أعلى التلال مع همسة النسيم مع نغمة الشلال وطر الياسمين مع زهر البساتين سهتف les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs,
par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épi, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. لنصلي. أيها الإله ربنا، ليشفنا تناول هذا السر من جروح تلك الخطيئة التي حفظنا منها حفظا فريدا مريم القديسة منذ الحبل بها الطاهر، بالمسيح ربنا ابنك الإله الحي الذي يملك معك ومع الروح القدس إلى أبد الآبدين. آمين. الرب معكم ومع روحك. مننحني ومن بعد كل بركة منقول مع بعضنا آمين. أراد الإله أن يخلص بني البشر بواسطة ابنه الذي ولدته مريم العذراء، لكي يرسل لكم من مجد سمائه النعمة الزاخرة. آمين. أعطي يا رب كل واحد بينكم أن يحب مريم العذراء، تلك التي هي سبب وجودكم على هذه الأرض، لكي تبقى بجانبكم حارسة لكم أنتم أبناء الله. هي حاضرة دائما مع ابنها يسوع، خادمة له. افرحوا بوجودها، احتفلوا دوما بلقائها، اغتبطوا بنعمها، فهي أمكم السماوية، والله يبارك أبناء خدام يسوع المسيح. وبشفاعة القديسة مريم والدة الإله وأم الكنيسة، الحبل بلا دنس، الكلية الطهارة، يبارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد. آمين. اذهبوا بسلام وفرح المسيح. الشكر لله.